عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا مصطفى. الحمد لله بخير. في حديث بيقول عن شخصيات منتظرة اللي هو الأخنس والشسباني والكلام ده. إيه؟ حديث بيتكلم عن شخصيات تظهر. أخنس؟ أيوه. أخنس وشيباني و... نعم؟ عفوا سمي لي الأشخاص ما اسمهم؟ الشسباني وال الشسباني؟ الشيخ اللي هو حديث عن النبي ذر ايوه جلوسا عند رسول الله ايوه سيكون من بعدكم في اخر الزمان رجل من سلاله بني اميه ولليهود فيه بطن. لا 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 يعني لا نعلم له اصلا ثابتا ابدا. شكرا.